الفوزية. انت طالع بالثلاثة. طريف بالقصة انه الاثنين ربحوا القضية. لماذا يرفض محمد خير الجراح العودة لمسلسل باب الحارة؟ الحقيقة نحن فاقدي الحماية. أبو بدر أبو بدر تارك باب الحارة وشايفينك هون بدبي. الحقيقة ما أنا تركته لباب الحارة، هن تركونا إياه. يعني حجي راح قصف الحارة وهدى عن بكرة أبيها، فما عاد في مجال لكتير شخصيات تكون موجودة. ولا عم بكي على حالتي. ما بعرف إذا كان قتله أو مات، ما مات أو راح هاجر، ما بعرف، بس ما موجود أبدا. بس اللي أكيد عارفينه إن القطار من جمهور مسلسل باب الحارة مش ممكن ينسوا شخصية أبو بدر اللي قدمها محمد خير الجراح على مدار 9 أجزاء. البيت اللي قاعد فيه هلا هو بيتي. دلك وين؟ لا صعيد تجاري، شلون بدي دلها؟ يعني انت بسهوله هيك تنازلت عن دورك ومجهود السنوات اللي قدمتها؟ مش انا اللي تنازلت، هن بدهم يقدموا تنازلات. الحقيقه المسلسل كمان بالحكايه هو عم يكون فيه اشترار لاحداث، بس لانه يعني في هيك حاله استعراضيه بنحكى معي الحقيقه مشان ما اخفيك سر، حكى معي حتى بالجزء 13 وبلكي بتكون معنا. قلنا لهم ما في مانع، بس خلونا نشوف ورق. وشفته للكاتب لمروان قاووق وتحاكينا، وحتى قدمت اقتراحات لعودة الشخصيات، والاقتراحات دي تضمنت عودة شخصية فوزية اللي قدمتها شكراً مرتجع. راحوا على دوروا على ابنهم، رجعوا مهنن والابنهم وبلشوا يفكروا يجوزوا لهذا الصبي ويصير حكاية جديدة ويعلق بين اصفائين أب بدر ماله على الرفان يحلها مع مرته ولا مع ابنه ولا مع كنته. ممكن كان اقتراح انه أبو بدر مو معه مصاري يقوم يجي وحدة تتجوزه أو تدور عليه ليتجوزه ويعلق بمشكلة مع شكران مع فوزية. يعني الاقتراحات كثير واردة، لكن هن ما عملوا هذا المجهود ولا اجوا باتجاهنا. أنا بدي لك شغلة، يعني اليوم نوعا ما تضارب بإجاباتك. مرة بتقول على أنه أنك أنت المسلسل فيه اشترار ولذلك يعني ما أنت كنت بدك تعتذر، والآن عم تقول أنه في حلول وأنا كان ممكن تشارك. لا أنا مش عم أقول، أنا عم أقول المسلسل عم بيقدم اشترار، ما عم أقول أنه كان ممكن نشارك. نحن أنا بالأخير أنا هي مهنتي لحتى ما نضحك على بعضنا، بس أنا عم أقول أنه already النوع كله على بعضه هو صاير اشترار، خاصة يعني ما أنه طلعنا من الجسم الأساسي من باب الحارة اللي هي عائلة أبو عصام ومن يلف حواليهم واللي بقلبهم كمان جارهم أبو بدر وزوجته فوزية. مرته مو مرتك؟ خفت؟ قالت مرتك. بس رغم التغيرات الكبيرة اللي طرأت على العمل من غياب لأبطاله الرئيسيين وتغيير للحارة وحتى الموسيقى، المسلسل وصل لجزء 13 وفي كتار بيتابعوه سنة دي في رمضان. أكيد ممكن يكون العمل عم يحقق حضور وبالشكل الجديد، بس أنا بعتقد إنه هاد مو باب الحارة. شو بتسميها للمسلسل؟ هاي مسلسل يعني ضمن سلسلة بيئة شامية تلعبها ضمن هذا المجال، حلوة وممثلين أكيد حلوين، ولا شك إنه أنا رفقاتي بيقدموا أقصى ما عندهم، حتى الكاتب ممكن يكون عم يجيب حكاية، بس أنا عم أقول هذا الشكل وهذا يعني اللعب تحت هاي المسمى وين أخذنا، أنا بعتقد كان لازم يسكر من زمان. مع الكلام ده نقدر نعتبر إن ما بقاش في احتمالية نرجع نشوف أبو بدر في الجزء 14 في حال كمل العمل. ما أبظن الحقيقة الأستاذ محمد أبند نهاها نهائي وقال إنه أنا بجيب اللي بجيبه يعني بصرف اللي بصرفه، فيبدو إنه صرفنا إلى غير رجعة. طريف القصة إنه الاثنين ربحوا القضية، أستاذ بسام الملا الله يرحمه والأستاذ محمد أبند، واحد إله الموسيقى والديكور والشخصيات، واحد تاني له كان الاسم والنص. كسبوا القضية، أنت شو كسبت؟ أنا والله ولا كسبت شيء، يعني الفنان العموم ما عنده أي حقوق ولا في أي حدا يحمي، لا كأداء ولا كممثل ولا كإنسان. إذا ما كان هو أدران يهبش يطالع شوية حقوق أكيد بيأكل. فمحمد بيحمل صرخة في قلبه وهو شارك نبيع. أنا بحكي على أرضي، يعني باعتباري بشتغل بسوريا أكتر شيء. الحقيقة نحن فاقدي الحماية، لا نقابة الفنانين بتحميك ولا بتحمي حقوقك ولا أقل حقوقك الحقيقة، لا المعنوية ولا المادية ولا آخرين.